استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب قائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. وخلال اللقاء رحب سمو الشيخ محمد بن زايد بمعالي رئيسة مجلس النواب معربا عن اعتزازه بعمق العلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا سموه الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وهنأ سموه معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل بمناسبة انتخابها لتولي منصب رئيس المجلس، مؤكدا أن هذه الخطوة والنقلة الهامة تبرز الدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في مجال التنمية الوطنية في ظل الدعم المبارك من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وما يشكله ذلك من إلهام ودافع للمرأة البحرينية والخليجية لإبراز إمكانياتها وتفعيل قدراتها في تطوير العمل وتعزيز المنجزات والمكتسبات. من جانبها أشادت رئيسة مجلس النواب بالمستوى الرفيع الذي بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبالجهود وبالأفكار النيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أبرزت الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وجعلتها مركزا اقتصاديا هاما في المنطقة والعالم، معربة عن أمنياتها للإمارات الشقيقة بمزيد من التقدم والرخاء في مسيرة التنمية والتطوير تحت ظل قيادتها الحكيمة.